مرحب، حلقة كمان في الهواء الطلق. في الهواء الطلق مثل ما بيقولوا، معنا العم زينو حبيب الكل، زينو دافيدوف. كيان عجبني، قلت خرج فنجان قهوة، فراح ادخله مع فنجان قهوة وشوف شو الوضع. نتكلم شوي صغيرة عن شكل السيجار، عن الطول والحجم. يلا تظهر الصور قدامكم. طيب شو معنا اليوم؟ طول 4 انش، الرينج 52، الرابر كنتيكت، بس كنتيكت من الاكوادور. قلب السيجار الفيلر مخلوط من الدومينيكان، من هندوراس، من ياماستران، من نيكاراغوا، اوميتيبي. اسألني شو هي ما بعرف، بكذب عليك. المهم سيجار البايندر من نيكاراغوا، يعني مخلوط فيه شوية سلطة مثل ما بيقولوا. يعني شكله جميل، لنشوف وين ياخدنا. طيب يلا خلينا نقص ونولع. رابر غريب، عم شب شوي صغير من الحموضة. شوي من الحلو مثل الأعشاب أو مكسرات، ما بعرف، بس نشوف. طيب يلا ما راح أحكي شيء، هلا انطروني. أوكي معكم ب ما راح أقول أول ثلث، لأنه قررت أعمله نصين، نص نص. يستاهل حجمه كتير، يعني 4 انش الواحد انجا. شغله وحده ما تكلمنا فيها، نحن عم نعطي الملاحظات على السيجار وشكل السيجار واللي فيه. anyways سيجار ميديوم على فكره، منه فول. يعني شوف ماشي حاله، خليني اقول هيك. السيجار مش عاطل ابدا. النكهة اللي ممكن تستنظرها أنت في أول تلت هي نوع من الأعشاب، نوع من الزهور، مثل هيك شوي صغيرة بلكي على المكسرات، نوع شوي صغيرة من الحلو، شوي صغيرة من الحار. يعني شوف لهلا مش عاطل السيجار ومنه توب السيجار. مع فنجان القهوة جميل، ما فيني اقول غير هيك. ف هلا حيتغير هلا من هون لاخره، معقول كثير، لانه بلشت هلا بس شيء اني عم بوصل لنص سيجار، الحلو بلش يخف، الاعشاب لسه بلكي شوي صغيره، نوع من القهوه بلش حس فيها. لنشوف على كل هذا نص السيجار، هاي اول نص، فبنكمل. هاي رح تكون قصيره مثل ما قلت لكم، ما رح نعمل ثلاثه، ما بظن حيتغير كثير. فيلا نكمل وبرجع لكم. عمين هي شوف اذا ما اخذ هذا السيجار متوقع انه يتغير باول تلت، تاني تلت، تالت تلت، ما راح تحس بتغيرات كتير. اذا مستنظر تعقيد ونكهات وتقول يابا انا مكيف، يعني هل هو سيجار عاطل؟ لا. هل هو رائع؟ كمان لا. هل هو وسط؟ ايه. يعني شوف النكهات هن بعدك ممكن ترجع تستنتج من النص لآخر نفس الشيء. الأعشاب، الزهور، شوي صغير الأرتي، شوي صغير بالحلو. يعني
مش عاطل مش عاطل السيجار، بس كمان مثل ما قلت تغيرات ما بتحس فيها كتير. فالسيجار ممتاز لفنجان قهوة لأنك تدخنه، فيك تدخنه يوميا إذا أنت مدخن سيجار يوميا وبدك شيء صغير مع فنجان القهوة، طلب هذا الطلب عز الطلب بيكون تمام. يعني إذا عم تسألني رأيي فيه هلا هل برجع بدخنه؟ إذا ما يعني أنا بالنسبة لي إذا ما مقطوع وما في من هدول السيجار الصغار إذا أنا بهذا بدخنه، أما أشتريه عندي لحتى أدخنه وأقصد إني أشتري زينه وأدخنه كل يوم بكون كذاب إذا قلت لك إيه. لكن السيجار مش عاطل. خلينا نقيم السيجار، يطلع قدامكم اللائحة هيدا شو بيطلع معه. طيب إذا بلشنا بالكونستراكشن راح أعطيه 8، مش راح أعطيه أكثر من 8. كونستراكشن بيني حلوة، القاش منا قاش ماكنة بتفتفت، الحرقة منا على طول على مستوى، أحيانا بدك تجلس. النكهة مثل ما قلت لكم ما في تغيرات كتير، بس نكهة منا عاطلة، نكهة كتير طبيعية كتير ناتشرال، ما بتحس فيها تغيرات. 7.5 شكل السيجار هعطيه 8، شورت توربيدو شكله مش عاطل. شفت البوكس بوكس من كرتون، يعني منه شيء كيف بدي اقول لك انه لكجري ما بيقول. اكل كله على بعضه يعني بتعطيه تقريبا 7 وفوق 7.5 7.5.78 7.8. سيجار متوسط منه رائع ومنه عاطل. فهذا هو كان ريفيونا للريفيو تبعنا للزينو شورت توربيدو. ان شاء الله تكون عجبتكم، بنلاقي لكم سيجار جديد يلا.